السلام عليكم. اليوم رانا امام عماره تم تهديمها من قبل وبناء عماره جديده مكانها، لكن العماره هذه داروها بطريقه عصريه، والله المفروض تكون فيه شروط اللي باش تكون مطابقه للنمط العمراني نتاع المكان، لابد المراعاه نتاع الشكل الهندسي تاع المدينه تاع الجزائر العاصمه. اذا هذه البنايه اللي داروها على شكل الشكل هذا تاع الشكل ما يشبه الوالو، هذا اللي يسموه احنا الشكل ما يشبه الوالو. اذا يعني الان مازال الامكانيه باش نجعلوها تشبه العمارات المجاوره لها، بالاضافه يقدروا يضيفوا لها دي زيليمون اون بلاط، دي زيليمون بريفابريكي اون بلاط، ويجعلوها تشبه للعمارات المقابلة، حتى ولو ما تكونش بالنفس، تكون فيه تجديد، يكونوا دي موتيف بلو سامبليفي، ينقصوا، ما نديروش لي ستاتيوهات هذوك، ما نديروش لي ديكور فلورو، ممكن يديروا دي ديكور مشابه للشكل العام نتاع المكان. هنايا عندنا عمارات عندها شكل معين، عثمانية، لازم المراعاة نتاع هذا الشكل العام نتاع الحي هذا، ويديروا لها إضافات كما قلنا باش تولي مطابقة من ناحية الشكلية، يعني ماشي من الناحية الهندسية لكن من ناحية شكلية، من ناحية التصميم ممكن إضافة دي موتيف افيك دي زيليمون بريفابريكي يتم اضافتهم اللي باش تكون تشبه شويه للمحيط. نكتفي بهذا العرض والسلام عليكم.